جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونعتز اليوم بهذه الفرصة لتقديمه لنخبة من أدباء وعلماء ومثقفي المملكة. سيدتي سادتي، إن تاريخ جامعة محمد الخامس مستمد من تاريخ الرباط، حيث أن المستعمر وبعد إعلان هذه المدينة عاصمة للمملكة بعد ذلك بثماني سنوات فقط، وضع اللبنات العلمية الأساسية للمغرب المعاصر لإنشاء المعهد العلمي الشريفي في يناير 1920، ثم معهد الدراسات العليا المغربية في فبراير من نفس السنة. ومنذ ذلك الوقت حالف النجاح جامعة محمد الخامس التي أسست سنة 57 انطلاقا من المعهدين، فتحول المعهد العلمي إلى كلية العلوم ولكن بعد وقت، أما معهد الدراسات العليا المغربية فتحول إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ليكون بذلك أول كلية في جامعة محمد الخامس، وفي وقت من الأوقات كانت هي جامعة محمد الخامس. أما الجامعة فتطورت لتتضمن اليوم 8 مؤسسات: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بطبيعة الحال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ثم كلية العلوم، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة العليا للتكنولوجيا، المدرسة العليا للأساتذة، المعهد العلمي، ومعهد الدراسات الإسبانية والبرتغالية، وفرع في الخارج، وجامعة محمد الخامس في أبوظبي. في نفس الوقت تطورت المدينة التي تحتضن الجامعة والتي احتفلت مؤخرا بمئوية إعلانها عاصمة للمملكة باعتمادها من طرف اليونسكو تراثا للإنسانية، فأصبحت تتوفر اليوم على كل مقومات العواصم العالمية المتقدمة الكبرى من مرافق ومساحات خضراء وحكامة وأنشطة ثقافية، وبتنسيق لكي لا أقول تواطؤ، وبتنسيق مع السيد عبد الرحيم الحدة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، هذه الكلية التي كانت في البداية كما قلت هي جامعة محمد الخامس، قررت الرئاسة تبني وتمويل دراسة مرجعية تؤرخ المراحل الهامة في تاريخ المدينة، فتم الاتصال بمجموعة من كبار المؤرخين والمختصين، كلفت بوضع مؤلف أكاديمي مرجعي مدقق يحكي قصة الرباط بالنص والصورة، ووقف على تنسيق إنجازه الأساتذة بن حدة وبن صغير. وهكذا ساهم الأستاذات والأساتذة محمد المنصور وبالكامل البيضاوية ومحمد فتحة وحسن أميلي وخالد بن صغير ومحمد كنبيم وجامع بيضاء والمساوي العجلاوي ومينا المهاري في وضع وثيقة أكاديمية تاريخية مرجعية تشرف الجامعة وتبرز المستوى الرفيع للبحث العلمي المغربي، فلهم التهنئة مع جزيل الشكر. النص يعالج عظمة مدينة الرباط منذ بروز أول المعالم الحضرية في هذه المنطقة، ويواكب تطورها عبر العصور إلى أن أعلنها المستعمر عاصمة، ثم ترسيخ وتطور دورها كحاضرة إدارية بعيد الاستقلال إلى نهاية عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني. فبهذا العمل تبادل الجامعة مدينتها مشاعر الحب والتقدير، وتلاطفها شاكرة لها احتضانها السخي ورحابة صدرها. وفي الختام يجب أن نشير إلى أن هذا العمل يدخل في إطار أوسع، ألا وهو التوجه الاستراتيجي الهادف إلى إنشاء مركز لدراسة الثقافة المغربية بكل ما تحتوي عليه من ثروة معرفية في جميع مجالات التعبير. مرة أخرى مرحبا بالحضور الكريم، وأترككم مع السيد العميد الأستاذ عبد الرحيم بن حدة ومؤلف الكتاب.